بنصبح على حضراتكم مرة تانية وقعدتنا في صباح الخير يا مصر. دايما بنبدأ معاكم بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت امبارح، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقبل بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة. أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات. أشار إلى العلاقات التاريخية اللي بتجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهم طبعا من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية اللي عرفتها البشرية. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وعبر رئيس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعياً الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، وده بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء على حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في كافة المجالات، منوهاً بالعلاقات التاريخية اللي بتجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهم من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية اللي عرفتها البشرية. في ذات السياق ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مؤكداً اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته اللي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي. امبارح استقبل مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة طلاب مدرسة النيل بمدينة 6 أكتوبر اللي قاموا بجولة في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال جولتهم بمبنى مجلس الوزراء تم تقديم شرح وافي للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات حضارية مخططة، وأيضاً توفير فرص للعمل والاستثمار، كما تمت الإشارة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومخططها وأهم مكوناتها اللي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، واللي بتشمل الحي الحكومي وعدد من الأحياء السكنية والمنطقة المركزية للأعمال اللي بتضم 20 برج، منها البرج الأيقوني ومسجد مصر والكاتدرائية ومدينة الفنون والثقافة وغيرها من المشروعات المهمة. أيضاً تم استعراض شبكة الطرق اللي بتربط العاصمة الإدارية الجديدة وأهميتها في الإسراع بتنمية هذه المدينة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية التقى الفريق ستيفن ميل رئيس هيئة أركان سلاح الجو والفضاء الفرنسي، وده خلال زيارته الرسمية لدولة فرنسا. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلاً عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية. أيضاً تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مونمارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة. بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، ودعا وزير الداخلية في البرقية الله جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية، وأن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة.
وأكد وزير الداخلية في البرقية أنه استيضل أبناء مصر ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات، متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته.